نفسك السورة وده حقا عالمك إيك سوق بدنا تعالك استع وربعنا ذاك لا عالمك أني دي سوق بدنا وحوا وين ورق حماس وكل واقشين ماذا تليق وتدع إيتال سلطان يسدوك الله يحيى سوار قصة كلا أعجيبة يهدل كي قدن بي يحيى سوار يحيى سوار سلا دورتي إلا الدلو أو شيدة أو كل نتوك عند عدوك يا مرخاتي يدي حبسي يدا كما أيوها السوار يا دور كيسو قاملات أو كقاتي قتاد الغسام يا قدهان حماس وديار قروبع جمعية دقاق إسكا عبيدة فلسطينين دي حماس يا وبرديقي محمود حمدان وعدلياه قتاد ألتان سلطان إيه رفاح كاسو شاكين إنو لشي دي مدحي حفيز كيسيا سد إسكا عبينتا يحيى سوار وكل وقت عيد بدأ جميس كأن كنت لين كفرت مارك غزة أربعة دي تدقاق إيه بيان هسو صار وحكوشة كم حنو برديقنا شهيد مدى تليها محمود حمدان والله يقان أبو يوسف وها تليها قدد إيتال سلطان إيه مكالة رفع كاسو لا شهيدي مدى حسيا سادة إيسك عبد فلسطين انت يحيى سوار خبيس جاي عيد مدى قميسك حقي جيان إن يحيي سوار لقود دي لسكور من ديكاد عاي كفرت مريك قزة فيان كاي عيد مدى زرايب حلوشا جاي إن اسكرتو دهو القلاء كفليان الميل صورا في كفرت مريك قزة يوداي كدو ليان حقا سردون أو تلماميا إن مدحدة دغاقة إسك عميدة حماس إيكسو جايين كفرت مريك قزة يدا عيد مدى قميسك أي حسين إن عطبية كدرزون قودة دستاد بغلية لباتن إيه سداد ايه هول قلق فليان كفرت مريك غزة ويه هاد باس دا يحيي سوار او دور بداي إلا الدلوع محي زيحاين هاد لدي سوق الدم بي ايه وكوشا غي ان واحق استاوك الدور بداي ان او كوشي دا كعمها عدوغا كدب سنة دن او عدادي ساوه كسعد مريك غزة يبربرون ملتري نكي قل قلير هربن ازرائيل إلى عمس كعدة هول قلكي تضبط أكتوبر إدات كأقصى وحول كل ما يقدر كربيكي سفر الصافئة وشهيد نماء إنك سوها دي أشار أي قميس الكفاني سيأود دا سردونك وان دور دلال أووين أكد عي المنان إسرائيل ميسن أودين إنه قادو سنة كودن هلق أوكسو كان يحيي سوار يلغيا بإنك بطا تمنان سنوات إن مرق قور سي إسرائيل أي قادو قوبت أوكسو كان يحيي سوار سدو شاقافيك عيد مدى قميس كدانا هكاري أو غرشير جرايد أو غبطي في دمدي خميستي هكذا ايا شاقي ما اميني كرنا ان هلكاس او جوغ يحيي سوار مركي وروحان اغوان صني ان ايهين كوحاو بايسان او كل احجرات اسميال وعن اركي ان ايه دووشك اي صوت دوبتان ويقو ارتقيان الواحيو ديراها درون كا البرغسيا كور انت اهن لدلين ازرائيل تاقريا شاد ايه انت بدن لكوان دعون ايه ان مدحا حماس او كل حدو مان ايه بات كرهيت كا او قبات كرغان ايه بل سادع دادان وحي غرطي انه قميا سراح حماس او ديقالما يلاقي البرغسي قدن بي نولوش يسا يدو يلالنا يهمي جيسا كنا كلفتي انو اسكود دي انو كباك صدا ديارات دوران الواحيو والغايا با ان مركز ايه هيستين نيكارو كلمي جيري ايو كباقيا قف كودي رد انو قاميا دادقاق ايه اسكا عابنت ايه كدن كا كميستا ايه دالمين تا ملغا فيلايا انو سمي يسيكالا وان كاهين انو دقالما الى حالك او قدن بيسي نولوش يسا يحيي سوار روح الفوليي بلنتي سي ارون تاهيد وما موقات ارنت ان ايه هيد نضل يابلع بلس واحا هيد ربيتان كي يحيي سوار لفتي سو شاعك قادي وريسي يدي سي قد بي ميت كميدا قياس دي سدح سنادوت كار يحيي سوار روح كوشا ميت كميدا وريسي يدي سي قد بي وحا قوين اعادوك ايو قميسو كاي سين كران وين لي ادلو وان كو غير يودا انيقو شييدا او قعنتو دو كوشرا مانتا وحان جرا كنتن ايه سقال سنادوت ruddina waxaan jeclaan lahaa inaan ku shiido duqeymo ka yimid diyaarada F-16 marka loo eego halka aan ku dhiban lahaa cudurka corona stroke shil wado ama qaab kale oo dadku ay u dhintaan yahiis war oo si hadlay iyo sharxay rabitaankiisa wuxuuna yidhi anigoo da'dan ah waxaan ku soo dhawaaday ballanta saxda ahayd waxaan ka doorbidi lahaa inaan geeriyoodo anigoo shihiida marka loo eego odhayada falastiin dalka carabta iyo wadamada dariska la'a iyo dalka islaamka waxaa loo jeedaa in shiidnimadu ay tahay geerida ugu sharafta badan ee qofku ku geeriyooda marka loo eego inay tahay mid lama dhaafaana geeridu suwaar wuxuu ku dhintay sida uu doonayay
ونشيدي سوى حدن درس كملتريجا سال مركز نقود دقال ما يأود دي صدن يعيسو أرو حسدو كل أوبيني إنو كل مالسان يقد بلوكوستي ساع وقيرد أو كعب صنايا سيدا يكو عالعليين وقانك إيه قميسيق وقوهر ينتياهو سيدا ودي دي سوار قميسيق وعسدو كل يحي سوار وكدقي سوار كقوش إيه سودة واتاية فلسطين وكدب هالقلق وقوهر شي مسكح دي سيادات كأخصا وكي سودة ويسي حرد مدى فلسطين سيكبدا سيدي هراع يادو قدها ود مدى عالم كإيه ليهن إنان دبلو قلابان كرين لسيو فلسطين ayada in helaan dawlad madax banaan waxa sidoo kale yahay soo aray howlgalka uu qorsheeyay ee daad ka qasa oo ugu dambeyntii sababay shahiidnimadiisa ay soo dhaweysay guusha sawirka ee qofka soo kamid iska caabinta muddo badan uu ku riyoonayay iyadoo jiraan dhamaan awooda ciidamada iyo kuwa sardoonka ee gumeysiga iyo taageerada ay ka helayaan gudaha waaweyn ee caalamiga ah iyadoo ciidamadan tirada badan ay ku guuleysan waayeen in ka badan 12 bilood inay guulka gaadhaan iska caabinta ee qasa halkalka dadka aqsamaha intilmaanta ugu horeysay ee hamiga siwaar iyo dareenkiisa geesinimada leh ee iska caabinta yahay siwaar ayaa ka soo baxay in ka badan 4 xukun oo xabsidayn ay ku riday maamulka gumeysiga iyadoo si fiican u bartay luqadda cimraaniga kadibna wuxuu xubin ka noqday siyaasadda xamaas kadibna wuxuu mas'uul ka ahaa faylka maxaabiista ee dadqaaqa kadibna waxaa loo magacaabay madaxa dadqaaqa ee mariga gaza iyo gudoomiyaha madaxa xafiiska siyaasadda ee iska caabinta ee xamaas kadib dilka ismaaciil haniya ee ka dhacay caasimadda tiraan xamaas iyo iska caabinta waxaa shaqalaan saameyn ku yeelan doonta ka tagista siwaar iyo haniya laga waxaa baala in dhaqaaqa iska caabinta aysan joogsan doonin markii horeba aysan ugu joogsan dilka ee israel ee ku dishay hoggaamiyaha hore ee aasaasay dhaqaaqa iska caabinta xamaas oo ugu horeeyay axmed yaasiin kulan xarakad waxay diyaar u tahay iska caabin madax xafiiska siyaasadda ee dhaqaaqa iska caabinta ee xamaas yahya siwaar ayaa raad aan la iloobi karin ka tagay taariikhda iska caabinta ee falastiin siwaar ayaa la xidhay 1988 waxaa lagu xukumay 4 xabsi daa'in iyadoo lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay aftoobka iyo dilo loo geystay askarta ee gumeysiga xabsiga dhexdiisa wuxuu ka soo muuqday inuu yahay hoggaamiye awood leh taas oo xaqiijiyay sarkaal hore oo ka tirsanaan jiray adeega amniga gudaha ee israel ee shambad michel kobe iyadoo xaqiijiyay in su'aalo uu weydiinayay yahya siwaar in ka badan 180 saacadood warqaatigan sarkaalka hore ee ka tirsanaa ciidamada ee israel ee su'aalaha weydiiyey yahya siwaar inta uu xidhnaa iyadoo tilmaamaya awooddiisa yahya siwaar wuxuu yidhi mar waxa laga weydiiyey sababta waqtigaasi u guursan waayey isagoo 28 sano jira ama 29 sano jira siwaar wuxuu igu jawaabay xamaas waa xaaskayga xamaasna waa aniga waana inantayda heshiiska loo yaqaano heshiiskii daacadnimada xorta ahaa kadib wada hadallo aan toos ahayn oo lala yeeshay dadqaaq iska caabinta oo ka dhacay masar sida ku cad heshiiskani askariga israel galad shald kaas oo ay qabteen gudoonka iska caabinta al-qasam oo la qabtay sanadkii 2006 ayaa lagu bedelay 1027 maxaabiis oo falastiina oo laga sidaayay xabsiyada ee israel kadib markii lagu sidaayay heshiiska isdhaafsiga maxaabiista 2011 siwaar uu guursaday iyadoo taasi jirto haddana mowqifkiisa adkaa ee uu ka qaatay iska caabinta ayaysan waxba iska bedelin maadaama uu aaminsanaa in wadaxaajood kasta oo lala galo israel aysan horseedi doonin soo celinta dhulka falastiiniinta balse xoogga keliya uu yahay fursadaha ee lagu xorayn karo falastiin nabiid awda oo hore uga tirsanaa dhaqaaqa shuuciga ee lubnaan ayaa xaqiijiyay in siwaar uu ka soo horjeeday heshiiskii nabadda ee oslo wuxuuna heshiiskaasi ku tilmaamay mid masiiba iyo qorshe israel ay damacsan tahay in xoog ay ku xaddo dhammaan dhulka falastiiniinta iyadoo tixgeliyay in iskahormaadka militariga ay tahay waddada keliya ee falastiin lagu xorayn karo ee ka dhanka gumeysiga dhanka siwaar halkanka hubaysan ayaa weli ahaa habka keliya ee uu qabay aragtidiisa si loo helo falastiin oo xora awda ayaa sheegay in siwaar uu ahaa tusaale saameyn leh dhammaan maxaabiista xitaa kuwa aan islaamka ahayn ama diinta aan haysan qaybtana warbixinta kooban waa naga intaa inta xogeena kale idiin soo gudbi doonno isma dhaafno saaxiibka qiimaha badan aan ku xasuusin inaad nagu taageerto subscribe-ka iyo laygareynta muuqaalkan noola kulantaa.